منتديات قوارب النجاة المنظومة البيقونية للشيخ عمر أو طه بن محمد البيقوني الشافعي المتوفى سنة 1080 رحمه الله، وهي منظومة تقع في 34 بيتا ذكر فيها بعض أقسام علم مصطلح الحديث. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسم كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أم بن الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف. وما يخالف ثقة به الملا، فالشاد والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به رو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكه مواحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.